كنا نسعى الى النضاره وكنا نريد بشرتنا تكون نضره، لكن بنفس الوقت احنا نشوف اثر حب الشباب، نعم. ممكن المسامات المنفتحه بها او التصبغات. شلون نقدر نوصل لهي النتيجه؟ نعم، خلي اول مره نحكي شنو اسباب يعني مشاكل البشره، شنو الاسباب اللي تخلي البشره توصل لهذه المرحله، التجاعيد، التصبغات، المشاكل الاخرى. نعم. اول المشاكل هي التعرض للشمس. تعرفون اشعه الشمس، طبعا الاشعه الفوق البنفسجيه بها اشعه اي واشعه بي واشعه سي، وطبعا السي احنا الحمد لله والشكر الله حامينا فضل طبقه الاوزون فما توصل، لانه هي هذه الاشعه ممكن تسوي سرطانات الجلد، فهذه الحمد لله خلصنا من عندها. بقت اشعه اي وبي، هذه ممكن نحمي بشرتنا من عندها باستعمال الواقي الشمس. وطبعا جميل. كل ما كان الواقي نوعيته احسن كل ما كان يحمينا اكثر. ولازم نعرف معلومه مهمه عن واقي الشمس، انه هو الى حد يعني واقي الشمس ممكن يشتغل ساعتين ثلاث ساعات، فلازم احنا نعرف انه اذا خلصت هذه المده واني بعدني اتعرض للشمس لازم اغسله وارجع احط طبقه الواقي من جديد. ملاحظه جميله جدا. تمام. زين دكتوره.